سبيل آخر لأن ينال أحدنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ الإكثار من الصلاة والسلام عليه، صلاة رب السلام عليه. فأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة. كذلك إخلاص الدين، قال من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فكلما أخلص المسلم توحيد الله عز وجل كلما كان هو أولى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.